واش الدراري، السلام عليكم، لاباس عليكم؟ صافا. المهم الدراري، مشيت جبت واحد الباكيطه على حساب باش نتغدى، ومن بعد غادي نمشي ليفري باش نصبن شي حويجات ديالي. يعني هذيك شنو نقولها حنا في المغرب، الصبانه ولا ما عرفتش شنو نقولها، نسيت عليها كاع اش كيقولوها في المغرب. ندي حوايج نصبنهم، ومن بعد غادي نوريكم اشنو خديت من واحد لاسوسياسيون عطاتني الماكله ديال السيمانه. يعني ماشي الماكله ديال السيمانه، ديك التقضيه ديال السيمانه غادي نبارطاجيها معكم حتى هي، ونبارطاجي معكم الاجواء كيفاش دايره هنا. بحال انا خدام، وي الصالير على قد الحال، ماشي شي حاجه، وهنا الحياه غاليه، يعني غضطر انك تمشي لهاد لي زاسوسياسيون يعاونوك شويه. في عوض غنمشي مثلا عندك واحد 80 اورو ولا 90 اورو ديال القضيه ديال السيمانه هنا في هنايا بعدا في فرنسا. اللهم كتقول تمشي عندهم كيعطيوها لك فابور، يعني هذيك 80 اورو راه زايده فينا، فهمتي خوتي؟ هذا هو البلان. نجمعوا حوايجنا اللي غنديوهم الليفري، نصبنوهم، من بعد ملي نرجع غادي نوريكم شنو عطاتنا الجمعيه، شنو عطاتنا هذيك لاسوسياسيون ليسونسييل، لاسوسياسيون اللي مشيت عندها. شنو سميتها؟ ريستورون دو كور. هاد لاسوسياسيون راه كاينه تقريبا فرنسا كامله واوروبا كامله، راه فيها لي زاسوسياسيون، راه ما توحلش. الوغ هاد ريستورون دو كور كتعطيك الماكله، مختصه في الماكله، يعني كتعطيك سيمانه من سيمانه لسيمانه كيديروا معك. واش تجي عندنا الاربع ولا اثنين ولا ثلاث، يعني كدير معاهم واحد كل اثنين كل ثلاث كيوجدوا لك الكولي ديالك، كيوجدوا لك الكولي ديالك اللي جيت ريكوبيري. الوغ غادي ان شاء الله نوريكم شنو عطاونا، ومازال راه حيت ما كنتش مقيد معاهم، يلا مشيت تقيدت معاهم وما عطاونيش داكشي اللي خصو يعطوني. مي قالوا لي غنديبانيوك، لانني انا ما مقيدش معاهم، ولكن دابا داروا معايا، عطوني واحد الورقه نشوف واش بقى عندي، اللي هي هذه. وي هاد الورقه هذه قالوا لي فيها بانني نجيت فيها شنو هنا، والله ما قريتها، فيها السميه والكنيه ديالي، وعطوني بلي خاصني نجي ميركودي ميكرودي ان شاء الله الاربعاء نجي نريكوبيري كولي. هذا هو البلان باش نجي نريكوبيري الكولي اللي غادي يعطيو لي، ومن بعد ان شاء الله نقول لكم شنو طلبوا ليا وشنو لي كيسيون اللي عطاوني وكيفاش نقدر ناخذ هذا الكولي هادي. دابا راه حنا غاديين ليفري، حوايج ما في الشكاره، نمشيو الدراري نصبنا حوايجنا، او ميم طون غادي نقول لكم شحال صبنت الحوايج. والله هادشي كنبارطاجي معاكم غير باش الناس اللي راهم في البلاد يعرفوا هاك الحراق، ويعرفوا الناس الغربه كيفاش كيدوزوا النهار ديالهم. بحال اليوم نهار ديال الروبو، وقلت علاش لا نبارطاجي معاكم نهار الروبو ديالي كيفاش كيدوز. ما نعلم انني فقت شويه معطل، ما فقتش الجوج، وهذا هو البلان. خصنا حوايجنا الدراري في الليفري، و بدا تيدوز هاد الموتور هذا، هاي سطعنا سير اخويا سير اودي بحالك سير. وليسونسيال خصنا حوايجنا كيف ما شتو، 50 درهم باش تغسل حوايجك. خصنا حوايجنا، دابا غنمشيو للدار وغادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله داكشي اللي عطاونا هذيك لاسوسياسيون، باش تاخذوا غير فكره باش تعرفوا هنايا، ها نتوما باش تعرفوا هنايا الفرق ما بين هنا وهنا، الفرق ما بين هنا وهنا. سي بون الدراري، يلا. هاد المدينه، هاد الفيلاج هذا اللي انا فيه دير بحال مدينه الاشباح صح. الله كيفكروني غير في هذاك واحد الجو كنت كنلعب فيه،
ريزيدونس ايفل 4 كتدخل شي فيلاج هكا فيه كنيسه راه هذيك الكنيسه وكتدخل كيخرجوا لك لي زومبي بحال هكا وحق الله العلي العظيم. المهم انا ديجا انا درتو في الثلاجة شو هادي اصلا هاد الباطا دي بقات من شي يومين ولا 3 ايام باقي ما حيدتهاش ليسونسيال. عطاونا هاد العيبة هادي سوب انا عرف هاد البارتي هادي ولا مقريت ديالهاش حطيتها غير في الثلاجة. عطاوني طون دانون يوغورت هذا ما نعرف شنو هو العدس هذا واقيلا العدس ولا ما نعرف شنو هو طون الكولا الحليب الخضره هنايا البيض كانوا عطاوني واحد هادي عطاوني البيض ديجا اصلا سونسيال ما عطاوني هنايا عاوتاني الخضره و الليمون البنان الكيوي التوت سونسيال راه تهلاو فينا عطاونا هاد الخضره هنايا التخربيق هذا شي ما نعرفش شنو هو ليسونسيال الدراري راه تهلاو فينا شنو هاد الشيء فروماج هاد فروماج احسن هكا اللهم هكا تنافيكي ديجا كانوا عطاوني عاوتاني واحد الصابون هو باش مشيت غسلت حوايجي اليوم واحد ليكيد عطاوني الملح عطاوني السكر عطاوني القهوه داكشي راه كاين في بلاصه اخرى ليزونسيال الدراري مزيانة هكا في السيمانة كتمشي ميم با خمسة دقايق كيعطيوك الكولي ديالك كتحطها في التلاجة في عوض غتمشي لكارفور ولا تمشي ليدل 80 اورو في السيمانة راه منتا حراق وخاصك يعني اللهم كدير هكا كتجمع شوية صريفة وكتكالي بها شوية كتعاون بها هذا هو الفرق الدراري ما بين المغرب وما بين هنايا وكاين عاوتاني بزاف ديال لي زاسوسياسيون اللي كيعاونوا الدراري اللي كيباتوا في الزنقه حتى هما كاينين كاينه وقيلا واحد الجمعيه بقيت عاقلها سميتها ايمايس وقيلا وكاينه مثلا الماكله كاينه ريستورون دي كور كاينين بزاف ان شاء الله في شي فيديو جديد ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر نلوح لكم كاع دوك لي زاسوسياسيون اللي كيعاونوا الحراقه. هذا هو البلان الدراري ديو ما تنساوش جيم كومونتير ان شاء الله.